فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. حتى وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ. وَقَالَ ارْكَبُوا وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا تكن مع الكافرين. قال سآوي
وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وقيل يا أرض وغيظ الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا أعظك أن تكون من الجاهلين. قال رب إن وإلا تغفر لي وترحمني أكن
بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك. وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، ما كنت تعلمها فاصبر إن